أنا أعتقد أن اليوم اللي شاهدت شيء أكثر من رائع، وخصوصا بين الشباب السعودي والجنسيات الأخرى، لأن لا ننسى أن بعض الأحداث أساءت إلى المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذه البرامج نستطيع أن نري الجميع عظمة المملكة العربية السعودية وعظمة هذا الدين، وشلون إنه دين تسامح ودين تعارف ودين تواصل، ولا يريد الإساءة لأي كان، وإنما هو دين سلام ومحبة وتعارف.